وقع قبل ايام ايضا، قبل ان تورد السؤال الذي بعده. قبل قرابة الشهرين تقريبا كنت في نيوزيلندا، فخرجت، كنت ادرس انجليزي، فخرجت من المدرسة، فكان في مجموعة من الشباب السعوديين ممن ذهبوا يدرسون هناك، واكثرهم من الطلاب خريجين الثانوية. فالعادة اذا خرجنا هناك مربع بين المدارس نتحدث معهم قليلا كذا، واحيانا يعني قد نخرج معهم بعض الاماكن. جئت وتحدثت معهم قليلا، فكان في كنيسه كبيره جدا من اقدم الكنائس، عمرها قرابه 100 سنه، في كرايست تشير في جنوب نيوزيلندا. ونظرت فاذا عندها شاب ماسك الانجيل ويقرا بصوت عالي جيسوس از، ويخطب بصوت عالي، وراءه قسيسه وقسيس. قلت للشباب: شباب، هذا ماذا يفعل؟ قال: يا شيخ، احنا صار لنا، مضى لنا سنتان في هذا المكان، هذا دائما ياتي يتكلم يدعو للنصرانيه. قلت: طيب، ما احد منكم ناقشه؟ فقالوا: يا شيخ، يعني نحن غير ملتزمين. طيب يا اخي، انت كافر يعني؟ قالوا: استغفر الله، نحن مسلمون. طيب، ما دام مسلم ليش ما تذهب وتناقش؟ قالوا: يا شيخ، ما ندري، ما عندنا علم ولا عندنا. قلت: طيب، انا ساذهب اليه واتكلم معه. مضيت من لحظتي واقبلت اليه وهو معه الانجيل يقرا. فلما جئت اليه لاجل ان لا يضطرب او يرهب او كذا، ابتسمت وانا قادم بحيث انه يامن. ففعلا جئت وابتسمت وقلت له جود ايفنينج او جود افترنون، حييته بتحيتهم. ثم اغلق كتابه وحياني، فمددت يدي وصافحته هواري وكذا. فرد علي باسلوب لطيف، قلت له: انت تقرا من ماذا؟ قال: هذا البايبل، هذا الانجيل. قلت: طيب، ممكن اقرا؟ فاخذته وتصفحته قليلا بالانجليزي وارجعته اليه. قلت: صوتك جميل. فقال: ثانك يو، ثانك يو. انبسط. فقلت: انت كم مره لك تقرا؟ قال: انا مضى لي ساعتان وانا اقرا. قلت: اذا صوتك جميل وانت قوي. قالوا: شكرا. انبسط وقامت القسيسه والقسيس واقبلوا لما راوا التلفظ. قلت له: انت الى ماذا تدعو؟ قال: انا ادعو الى النصرانيه. قلت: حسنا، ادعني. قالوا: ادعوك؟ قلت: ادعني، انت تدعو النصرانيه، ادعني النصرانيه. طبعا هو ما يدري انا عربي، انا اعجمي، انا باكستاني، انا ما يدري، لحيه سوداء وشعر اسود، ما يدري. والعرب ايضا ليسوا كثير هناك. قلت: ادعني. قال: اول شيء انك تحب عيسى. قلت: انا احب عيسى، هذه ما تحتاج الى سؤال. انا احب عيسى اكثر ما احب نفسي، واكثر ما احب اولادي وزوجتي، عيسى احبه حبا عظيما. اعطني اللي بعدها. قال: ان تعتقد ان عيسى ابن الله. قلت: تعني ان عيسى، ان الله، تعني ان الله يحب ان يكون عنده اولاد؟ قال: يس. قلت: معناه ان الله يحب يكون عنده اولاد، لذلك عنده ولد اسمه عيسى. قال: صحيح. قلت: ما دام ان الله يحب ان يكون عنده اولاد، لماذا الله ما عنده الا ولد واحد؟ ما دام يحب الاولاد يا اخي يكون عنده 20 ولد، 30 ولد، ليش ولد واحد بس؟ قال: I don't know. ثم التفت على القسيس التي بجانبه فقالت: I don't know. التفتت على القسيس فقال: I don't know. لا أعلم. ثم التفتوا إلي. سأختصر لك. قلت له: طيب، أنا سأعطيك، هل سمعتم كلاما عربيا قبل ذلك؟ قالوا: لا. قلت: هل سبق أن قابلتم عربا قبل ذلك؟ قالوا: لا. قلت: هل سبق أن سمعتم كلاما عربيا من خلال قناة فضائية أو إذاعة أو أي شيء عربي؟ قالوا: لا، لم نسمع عربيا قبل، ولم نتكلم عربي. قلت: ممتاز، أنا جملتين وأخبروني ما هو الفرق بينهما، اختبار. قالوا: طيب. طبعا تجمعوا الشباب وبدأوا يصورون بالجوالات فقلت: خذ الجملة الأولى. قال: نعم. فقلت: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وتلوت قرابة 5 آيات ترتيلا من أول سورة مريم.
قلت هذه الجملة الأولى سمعتوها؟ قالوا نعم. قلت خذوا الجملة الثانية. قالوا نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته وركب الأتوبيس ثم ضيع المفتاح ودخل إلى بيت جيرانهم ثم دخل إلى بيته وارتاح. هذا كلام من عندي رتلته كترتيل الأول. ثم قلت لهم هل هناك فرق بين الكلامين؟ قالت العجوز قسيسة يس نعم نعم. قلت ما هو الفرق؟ قالت لا أدري لا أدري، وجهها متغير. قلت قالت لا أدري. قلت إذن كيف اكتشفت أن هناك فرقا ما دام أنك لا تفهمين العرب؟ فهمت شيئا؟ قالت لا. قلت كيف اكتشفت أن هناك فرقا وأنت لا تفهمين؟ قالت اكتشفته بقلبي، وجعلت تضرب صدرها. قلت كيف؟ قالت لما قرأت الكلام الأول جعل قلبي ينتفض. والله يا شيخ هذه العبارة، قالت جعل قلبي ينتفض. ولما قرأت الكلام الثاني عادي. قلت طيب تتوقعين الكلام الأول ماذا والكلام الثاني ماذا؟ قالت الكلام الأول كلام الله سبحان الله والله، وأشرت إلى السماء. هذا كلام قبل شهرين. قالت الكلام الأول كلام الله وأشرت إلى السماء. قالت قلت والكلام الثاني؟ قالت الكلام الثاني ما أدري، قد يكون أغنية عربية، شعر، كلام، ما أدري. أما الكلام الأول فكلام النبي جاء به من الله. شوف يا أخي، يعني هذا دليل أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى أي إنسان. طبعا بعدها طال النقاش حول يعني أهمية الإسلام وأن هذا القرآن لولا أنه حق وإلا لما أثر فيكم إلى آخر ما وقع. لكن الذي أعني يا أخي أننا نحتاج إلى كل جندي من جنود الإسلام أن يوصل رسالة الإسلام.